يواصل المخرج عصام شعبان مونتاج مسلسل أشجار النار، حيث انتهى من 12 ساعة من أصل 20 ساعة هي مدة الحلقات ليلحق بالعرض في رمضان. العمل تدور أحداثه في قالب ملحمي تمتزج فيه الأساطير وسحر الخرافة بأرض الواقع، حيث تتوالى الأحداث حول الغزاوية التي تحب أيوب المغرب بحب نعسة، مما يدفع الغزاوية للتفريق بين أيوب الذي يجسد دوره فتحي عبد الوهاب ونعسة، حيث تلعب دورها داليا مصطفى فتقرر شراء كل بيوت القرية للسيطرة عليها، مما يؤدي لنهاية مأساوية. المسلسل من تأليف ياسمين الضوي، ويشارك في بطولته عبير صبري وسميرة عبد العزيز ومحمد ناجاتي وسلوى محمد علي وعلاء زينهم. انت ما شاء الله بتصلي. طبعا، وعمري ما سبت فرض، الحمد لله. طب ايه بقى اللي بيخليك تشتغل في المكان ده؟ النصيب يا ابني، انا بقالي 30 سنة شغال هنا، ما ينفعش دلوقتي اطلع بره. يعني ربك سبحانه وتعالى اللي بيرزقك هنا مش هيرزقك برا؟ يا ابني ما تقلبش عليا المواجع، كل الحكايه ان انا بقبض هنا 2000 جنيه في الشهر، ده غير التبس. المهيات برا كبيرها 400-500 جنيه، وانا ورايا مصاريف متلتله. سبحان الله. تعرف احنا مشكلتنا في ايه؟ ان احنا بنحفظ الكلام عشان نخش الامتحان بيه وننجح، من غير حتى ما نعرف معنى الكلام.